الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. يسجل هذا الشريط يوم الخميس 25 من ذي القعدة، ونحن على مشارف عيد الأضحى، وكتيب يوم مؤمن، وليلته ينشر في هذه المناسبة السعيدة. سأل الله عز وجل أن تعم السعادة المسلمين أجمعين والناس كافة، ويكون هذا الكتاب دليلا لكل الناس، دليل هداية للناس أجمعين، لكي يراجعوا أيامهم ولياليهم، لكي لا يذهب عمرهم سدى، لكي لا يضيع عمرهم وهم لم يتقربوا إلى الله عز وجل ولم يعرفوا الله عز وجل فرضا ولا نفلا، فيقبلون على الآخرة وهم خلو من كل خير، بل مليئون بكل شر. لماذا يوم المؤمن وليلته؟ لماذا يوم المؤمن وليلته؟ عندما يتكلف به المرء وعندما يطبقه في أيامه ويتدرب عليه ويعتاد عليه، فإنه بذلك يتجمع ويجمع شتات أمره من فرقة إلى اجتماع الله عز وجل. من الناس من يظن أن يوم المؤمن وليلته كما نطبقه في جماعتنا هو نوع من الأوراد أو نوع من الالتزام بشيء معين نتبرك به ونحترمه ونحافظ عليه لغاية من الغايات، بينما المقصود من يوم المؤمن وليلته أن يجمع الإنسان همه من الدنيا، فهو في الغرب في أمريكا وفي كل بلاد الله مشتت الاهتمامات. يوم المؤمن وليلته يجمع همه على الله عز وجل وعلى لقاء الله. في هذا المكتوب في المكتوب في يوم المؤمن المكتوب قلت إن يوم المؤمن وليلته تعني أن ننتقل من زمن العادة، أي زمن تشتت في الدنيا وهمومها وهموم الزوجة وهموم الأطفال وهموم العمل وهموم الشارع، أن يجمع المرء اهتمامه على الله عز وجل، أن ينتقل من زمن العادة يعني من زمن الاهتمام اليومي إلى زمن العبادة. فعندما يبدأ الإنسان في الفجر بالصلاة، وعندما يستيقظ وهذا هو المطلوب قبيل الفجر بساعة أو نحو الساعة حسب الإمكان، فإنه بذلك يقول لشيطان ولشياطين الدنيا أف ثم أف ثم أف، أنا مقبل على الله عز وجل، هذا زمان العبادة الفجر، انتظر الفجر. هكذا نبدأ يوم المؤمن وليلته قبيل الفجر، ثم بعد ذلك ننطلق في يومنا هذا امتدادا لهذه النية الطيبة، وهي أننا نقبل على الله عز وجل، فيكون اهتمامنا أرقى وأكبر وأوسع من تبرك ذلك الذي يأتي إلى أوراد لقنه إياها أو لقنه إياها شيخه أو طريقته أو مذهبه، ذلك سرعان ما ينتهي إلى أعمال كئيبة يومية روتينية يمل منها. أما يوم المؤمن وليلته كما نطبقه في جماعتنا فإنه حافز لكي يتهيأ المرء للقاء الله عز وجل، وذلك بترتيب أيامه ولياليه وعمره كله ترتيبا
يعبد فيه الله ربه بنية صالحة، بنية التقرب إلى الله. وهذا شيء آخر غير تبرك، هذا سلوك يسمى سلوك، سلوك الله عز وجل، أي سير الله عز وجل. والسير يبتدئ بترتيب المرء يومه وليلته يعني عمره.